بنتي عايشة؟ نورنا بالشاشية، ما أحليك. عاش بيك، عاش. منين أصلك سي هيد؟ ولاية بنزرت أصلي. منين من بنزرت؟ بيا سيدي قداش عندك من عام في حي تظام؟ وين عندي برشا، عندي فوق ال 5 سنين. هبطت لهنا ماخذ دار 100,000 بورقيبة الله يرحمه. واش عاملين لهنا في الحي؟ حي تظام كيفاش كان قبل؟ عز حي تظام هنا عندي قداش من عام نسكن لهنا الحمد لله. باقيين الشيء اللي هو المعيشة غالية. المعيشة غالية. قطع المسجد اللي كيلو في 7,000 قلتها ما عاد نوصل 3 جاب دينار حلو والخبز ثم شوية نقص في الخبز. كيفاش عامل في قفتك؟ تقضي كل يوم ولا بالجمعة ولا بالشهر؟ لا لا نقضي بالجمعة. كيفاش تمشي تقضي هكا قفتك؟ قداش تكلف لك؟ تكلف بلا الحمة 15,000 10,000 اي في الجمعة 15 دينار في الجمعة. شنو تقضي؟ شنو فلفل والحملة فلفل وطماطم وكاو. والزيت والطماطم والبن والسكر والفارينة والسميد. سي بلاد غالية غالية. المواد الغذائية كيفاش عامل فيها؟ شنو السميد المقرونة لفحات اي اي الكيلو تاع السميد بدينار. ما ماش قليل ما انت تلقيه. بنتي المعيشة غالية. والخبز كيفاش عاملين في الخبز؟ شد الصف. شد الصف كالعسكر نتاع البحر. الجيش. الصف. وقتاش يوفى الخبز كل يوم؟ يوفى ماضي ساعة ل 12. على بكري. على بكري. يروح. شنو الحاجات اللي ناقصين لنا في حالة تضامن تتشكى من؟ الغلاء نتاع الخضرة. كهو. الغلاء نتاع الخضرة والمعيشة هذه هي الغالية. حاجة اليوم التونسي يخلط باش ياخذ طرف غلة وحوت والحم ولا والله شاهي شاهي طرف انصاص نغزله بعيني ونتعدى. نعم غالي الانصاص. نعم غالي كل شيء غالي يا بنتي كل شيء غالي. مصيبة البلاد مشات مع بورقيبة مشات مع بورقيبة الله يرحمه. خير عهد بورقيبة ولا عهد الزين ولا عهد قيس سعيد؟ بورقيبة بورقيبة نتجها وكنا تحت الفقر. انا خلطت على فرنسا وعشت مع فرنسا ومع الطلاين عشت معاهم. تبقينا بورقيبة تلفت للبناء والتربية والسبيطارات وناخذوا في اوراق نعدوا بليش هذا بورقيبة والماء والضوء دخل لنا. قلت لك الدار خذيها ب 400,000 كنت وصلت رخيصة الدنيا وقتها 400,000 حق بار حديد تو 400,000 خير ونسكن هنا ثل الجامع ياك هو الله يرحمه كهو. ربي يخليك سي الهادي ربي يفضلك. عايش بورقيبة نتجها كمل لها بن علي مشى بالقداء ومن بعد داروا عليه ولاد الحرام هكذا عايشك هاي يا ربي يعاونك.